تبي الراحة مجنون راحة لا قم قم اعطونا اعطونا تويتر إيه؟ نشيد عشان لا لا عشان الوالدة بس انا بقربك عشان تشوف الوالدة بس اوف اوف اوف, أوف اي عشان امي تبي تشوفني أيوة. تفضل يا شيخ وانت عشان وين وين الكاميرا اللي علي بكلم امي شوي يما انت اول مرة تكلم فيديو مجانا يا سعد انت اول مرة تكلم فيديو مجانا يما حبس الان مشاهدينا الكرام ادينا نشيد عن ام بالله وبكل سهولة ويسر هات ابراهيم الان تعادل تعادل صح الفقرات ايوه هات تعادل ولا نفس الجوله الاولى والنفسه جوله جوله هذه حق منو وهذه حق دي حق منو يلا مو مشكله مو ما خاف كثير هلا الان مشاهدينا الكرام راح نسال انا راح اسال ضيفي الجميل اسئله لا لا انا بسال ذاك وانت اسال ذا خلاص كويس شوف هو ها اي والله يلا اسال عباس حيسال ضيفي حلو وكل سؤال فيه ثلاثه خيارات يعني اعطينا ثلاثه من اعز اصحابك اعطينا ثلاثه اكلات اعطينا ثلاثه مسلسلات اعطينا ثلاثه اناشيد اعطينا وهكذا عندي ثلاثه ايوه الشرط في هذا السؤال لما تخلص انك تجاوب خلال خمس ثواني تضرب الجرس بعد خمس ثواني يعني مين اعز اصحابي انا مثلا مثلا انا 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 ها انا انا هو اعز انا انا ايوه كل هو اعز فهمت الفكره يلا اعطيك تيست الان الان تيست يا عبد الله انا اسالك تيست اعطينا منين تيست انا يا ابوي انا جاهز روح اسال ثلاثه من اسماء سور القران ثلاث سور الرحمن طه النساء يلا بسرعه فهمت زي كذا اجابه خلال خمس ثواني لا تقعد تقول بشويه هاي ثاني واحده جاوبت عليها بغض النظر عشان بعدين تسوي فيها انك موافق انا ابقى هنا بجيبي يلا بسم الله يلا ابراهيم اقعد هناك ما لا لا انا تعبته جلستك هنا توترني احس اني متوتر لا لا مين اللي سالني هلا ابراهيم السؤال لغير الحين اسلم الحين اللي بيسال انا اسالك السؤال يقول اعطيني ثلاث حيوانات اذنهم طويلة ثلاث ايش؟ حيوانات اذنهم طويلة اذنهم طويلة الثواني تمشي ايوه الزرافة ايوه القرد على كيفك الفيل الزرافة اذنه طويلة الزرافة اذنه ما طويلة الزرافة ما شفتها انت في لا يا حبيبي فيل القرد اذنه طويلة دقيق دقيق انا اول مرة دقيق الزرافة لنفترض انه شافها انا ما كنت شفتها الزرافة بيني وبينك لكن فيها اسمع مين لنفترض ابراهيم وقف ترى بغى يقول السمكة بغى يقول السمكة بعد وقف طيب لنفترض لا لا خليني خليني وقف هناك وقف وقف لا 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 الموضوع ما خاطر عشان البرلة لنفترض انك انت شفت مثلا الرقبة وحسبتها ايش؟ القرد احتياجات خاصة في بعض منهم في منهم يعني القرد يعني مضمطوها يعني مضمطوها اذنه ما شفتها حمراء ايه هذه تمام اتوقع السؤال لسعد سعد سعد بالله سعد واحد اثنين ثلاثة واحد ثلاثة استخدامات للاسطوانة تبع الغاز لي ثلاثة استخدامات دقيقة وقف وش وضح سؤالك استخدموها ليش ليش للفرن الدافو ما فهمت السؤال عنك 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 ما فهمت السؤال ضيفوها ما فهمت ايش يعني ثلاثة استخدامات للاسطوانة ايش يعني دفاية طبخ شوي طبخ دفاية والله سؤالكم لو انا جاي في اختبار ما حليت ما في مشكلة يلا الان صفر صفر شوفهم صعبة اسئلتي والله الناس اسئلتك سهلة مثال لوز والله مرة سهلة والله الناس اسئلتك سهلة الله هو اللي اختارها يلا مثال لوز اذكر اعطينا اعطينا اذكر ولا اعطينا سريع عشان ما تلخبطني حلوه اذكر واعطينا الله عصب ثلاثة ركز معايا ثلاثة والله سؤال مرة سهل ثلاثة مشاهير بحرف العين عين؟ لا لا عمدة اوه معليش ضغطت عادي ضغطت يلا كم خلص الوقت خلص الوقت سري لك انت تبرر انت ايش تبرر؟ وقت خمس ثواني هم عندهم ثلاث مشاهير بحرف العين عبد الرحمن السديس عبد الله انا حسب مع كل واحد اضغط ذا لا انت شوف انت انت قاعد انت انت قاعد طقطق علينا طقطق انا بدي لا لا تصير يلا واحد اثنين الكاركتر هذا واحد اثنين شوف والله ان اسئلته صعبه واحد اثنين يلا انا مستعد اني اغير الان اوراق يلا بسرعه ترضى اني اغير اوراق؟ لا ما اغير اوراق لا 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 يلا ان شاء الله نسوي شو السؤال ثلاث عادات تسبب لك مشاكل مع الوالد العناد اني العناد اني ما اسمع كلامه واني اسوق سيارته يس 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 انا قلت لك اللي عندي العناد وايش العناد اني ما اسمع كلامه واني اسوق سيارته بس ما اسمع كلامه اجابه صحيحه انا اقول السؤال يقول السؤال يقول لا 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 العناد وما احب اسمع كلامه هي واحده ولك الخيار يا صاحبنا لا شوف في فرق انك تعاند وفي فرق انك ما تسمع الخيار يا صاحبنا انا ما راح اتكلم السؤال يقول ثلاثه دكاتره مستحيل تروح لهم دكتور الاسنان ايوه دكتور البطن ايوه دكتور العين ترى نصف راح يوم كله لا روح دكتور روح دكتوره ما روح الدكتور صح بس ما روح الدكتور بس بس امورنا طيبه امورنا طيبه انا من وجهه جميله ازاي جاوب على السؤال خذ خذ السؤال عندك انكسرت والله ثلاث اسئله ذي سهله يا شيخ مره يلا ساعه تكفى
شغال شغال. واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة منشدين تحب تسمع لهم. إبراهيم النقيب، محمد عباس، مشاعر الفاسي. ما عط ما عط خربه خربه. هذا يدل على مين الثالث؟ مين؟ مشاعر الفاسي. حلو حلو ممتاز. بس ما رن الجرس. جاوب جاوب في ثانيتين. ما عليك الجرس خرب وده. أبد على حسابي. لا انسى الجرس، أنا خمسة ثواني أهم شيء. الله يقلع عنك. خرب واضح إنه كذب. لا لا ها شوف شوف. لعب عليهم. ما عليك ما عليك. انسى الجرس. انسى الجرس انسى الجرس. نبغى ضربه نبغى ضربه. أضرب الجرس إيه. يلا يلا خربته. يلا يلا ركز يا يوسف، ها قصدي يا كنترول. يلا ركز ها، ترى الجرس مو صالحان. حسابه علي. ما عليك يا، لا تزعلون بالله. لا 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 ما عليك. ها تفضل. وش تفضل يسلمي وبعد وش السالفه؟ طيب ايش فيك انك ضايع؟ اسمع ثلاث كلمات، اكثر ثلاث كلمات انجليزيه تستخدمها. سهل. دور. ايوه. بوك. بوك. كار. يا سلام. مع اني ما استخدم انجليزي. هذا وراه معذرن. تعال يا صديقي. يلا يا صديقي جاوب سريعا. وراه معذرن ذا. ما عليك ما عليك، خلي الجرس شيل. يلا خلاص هنشيل، حنشيل الجرس نهائيا عشان اي ضربه. ايوه يلا اضرب الطاوله. السؤال يقول ثلاثة فواكه لونها احمر. والله يا بلاش. تفاح. حلو. الخوخ. العنب الاحمر. بس كيف 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 خوخ احمر؟ كيف الخوخ لونه احمر؟ كيف خوخ احمر؟ والله خليت البطاطا. خليت والله هذا خوخ مستحي. والله في خوخ لونه احمر. اسمع في عنب لونه احمر بس ما ادري ايش اسمه. عنب اسود مو عنب احمر. لا في عنب احمر ذاك الخلاص. عنب عنب. اي صح صح. اي في كل شيء. تعرف الخوخ الاحمر؟ الاجابه الصحيحه تفضل يا سعد. لا 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 يوسف لسه. والله انها صح. والله الخوخ احمر. والله احمر. يلا ممتاز. اي الخوخ لا سهل. لا جاك نص استوى. ركز ركز معي. ركز معي. لا جاك نص استوى. ثلاثه اشياء. ركز معايا. ثلاثه اشياء في البيت بحرف الكاف. كنب. ايوه. كراسه. ايوه. كراس. لا عندنا كراس امس لنا. لا هذا تعال اوريك. هذا خضار. ما في مشكله. خضار موجوده في البيت. ممتاز ممتاز. هنيك هذا خضار. انت قلت على اساس انه الخوخ احمر. سعد السؤال او ثلاث اسماء. ركز. حيوانات من الثدييات. بقره. اسد. لا لبوه. صح صح صح. عادي عادي ما اقول اي حاجه. والله يا دقيقه الاسد من الثدييات. والله الثدييات. الاسد من الثدييات. ايوه. ايش غير اي راس؟ انت ليه ما كملت؟ اني جاء في بالي ان الاسد انثى. فهمت؟ والله ما في مشكله. شوف يعطيني نظرات اللي توتر هذه. اما اسد هذه انا قلت هذه كذا خصم عليك وعلى الخوخ. يلا يلا الله يقلع. السؤال يقول ركز يا حبيبي. ما يحتاج ادق من بعيد. اسمع ثلاثه اصوات مزعجه تصدرها. ثلاث اصوات مزعجه تصدرها. قلها قلها. صراخ. هواش. لعب. الله صرتينك 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 يا صرتينك. كيف كيف الصوت لعب؟ لا لا لعب هذا ما لعب. لا 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 بقول لك حاجه بقول لك حاجه. العب بصوتك العب بصوتك. لا 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 هذا الصراخ. هذا الصراخ. هذا قاعد يلعب قاعد يلعب. قال الصراخ قاعد يلعب. عاشو عاشو قاعد تلعب. هذا اللعب. شوف الموضوع فيه غش. السؤال يا سعد. سعد الكنترول متواضع. والله يا سعد خليك مو اليوم تحدد شنبك. ها وكمان تاكل خوخ احمر. ثلاث اكلات. ثلاث اكلات تخلطها بالعسل. عسل. لحم. عسل تخلطها بالعسل. اصبر لحم وخبز وشطحينه. بس صح انتهى. قال والله انه رنة على الرنة. صح صح قايلة على الرنة. صديقي قال رن الجرس. قايلة على الرنة. الحمد لله. بعد في المارجن في الحدود. امانة او امانة ما انا. ما انا لا امانة. امانة. طيب دقيقة يوسف. لا لا يوسف باقيس. ها تهدأ. مع الرنة ولا بعد الرنة؟ لا والله انها مع الرنة. اثناء الرنة. والله انها مع الرنة. انت صادق. الرنة. انت صادق. اثناء. ها؟ اثناء. يعني رن بعدين جاوب. لا 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 وجه وجه المقبوط. وجه المقبوط. يعني اثناء الرنة. ركز مخرج. ركز مخرج على وجهه. اسمع اسمع. انا اقول لك انا وانا اقولها اسمع نف مع الرنة يعني. انت جبتها صح. انت تستطيع. انت تستطيع. لكن دقيقة عباس. اثناء الرنة. كيف كيف كيف؟ يعني قرر الطحينة قال. الحمد لله. لا سوا معاها. ايوه معاها. معاها. انا ما اقدر اسويهم الاثنين سوا. طيب انا اقول يلا. طحينة. بعد ما خلصت. لا ما بعد ما خلصت. يلا. معاها هي زادت شغالة. هي صفر مع ثواني. يا اخي دقيقة. ما دام رنة. سو ارن. طيب دقيقة. سو ارن. يلا ها. بالفار. يلا بالفار. بالله رجع لنا الفار. ابراهيم. بالله رجع لنا الفار. اسمع الفار. الله عندنا. يلا بسم الله. ايش يعني؟ اوه اعادة حركة. في اعادة. في فصفص. يلا. اشوفني في الاعادة ويني. بالله طلعوها هنا. اصبر لحم وخبز وشطحينه.
قال معه. لا اجين 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 قال معه كلهم قال هم قالوا معه. انت ايش امام الله انت محسوب خلاص. كنت رقى والله محسوبه. ايش نسوي له؟ كنت رقى محسوبه. يلا ابراهيم اسال. نرجع للفار نرجع للفار. اخر سؤال اخر سؤال نرجع للفار. اخر سؤال يا استاذ مثال اللوذ. ثلاث اكلات ركزوا عبد التامر لسه بعد ما اسال. ثلاث اكلات ما تقدر تقاومهم. حراق مالح حامض. بس انت ما قلت طعم قلت اكل. اكل الحراق اكل. الحراق المالح اكل. الحراق هل يعتبر من الروائح؟ ما في مشكله. صح ولا من الصح؟ يدورون الزله ما لقوها. يلا تفضل استاذ واحد اسال السؤال. هذا السؤال الاخير صح؟ اذا جاوبت ترى معي. هذا السؤال الاخير؟ يلا السؤال الاخير. يلا ابدا. لا بالله يا خذ ورقتي عطى ورقتي. خلصت الاسئله. ثلاثة اشياء تسويها اول ما تصحى من النوم. اغسل وجهي افرش اسناني امسك جوالي احتزم. نعشقوا ونهواه. كل اللي كذاب فيه بس انا مخرج. ما افرش اسناني ولا اغسل. اعطيني من فايز اعطيني من فايز. تعادل. ايوه كيف هو غلط في الثنتين واحد من ايوه والله غلط بس يلا مشيناها. ايش تشوف استعجال انت والله شوف والله اديك شيء والله اديك شيء والله الاعداد ما شاء الله تبارك الله دائما يقولوا وين النقيب ها خوخ احمر. شكرا مشينا لك اياها. استاذ سعد اسمح عندي لك سؤال. اسمح استاذ سعد عندي لك سؤال تسمح لي اساله؟ تفضل. عطني ثلاث اكلات تخلطها بالعسل. واحد عريكه. اثنين معصوفه. ثلاثه لا قلتها بعد الخمسه. هي الخمسه هي الخمسه ها معي خمسه خمسه ثواني معايا. الو شكرا لكم اعزائي المشاهدين. الان الجوله الثالثه انتهت بتعادل الفريقين الاستاذ مثاء اللوذ والاستاذ سعد الكرثم.